بس خليني الاول قبل ما اتكلم كوره اتكلم على المكاسب. يعني لو ممكن تقول لنا كده حجم مكاسب النادي الاهلي اللي بيحققها. في مكاسب اتحققت بالفعل خلاص، مش احنا منتظرين البطوله تخلص عشان نعرف ايه هي المكاسب دي، لكن في على المستوى الفني، على المستوى التجاري والاقتصادي، وعلى المستوى الرياضي بالتاكيد اهداف للنادي الاهلي مهم ان هو يحققها. ممكن تكلمنا عنها او تدينا فكره اكتر عنها؟ بالتاكيد اعتقد انه المكاسب للنادي الاهلي تمتد بعيدا عن الجزء الفني لجزء تسويقي وجزء تجاري وجزء اعلامي كبير جدا. يعني لو قلنا انه الجوائز المتوقعه لو على لائحه السنه اللي فاتت او النسخه اللي فاتت من كاس العالم للانديه، مجرد المشاركه اعتقد بتوصل 39 مليون جنيه تقريبا. كل ما بتتقدم كمان تتخطى دور تقرب من المنافسه اكتر بتاخد مبلغ اكبر. اعتقد انه ده جزء مهم محتاج يتشرح بشكل مبسط. بس انه دلوقتي من 4 أيام كان في مؤتمر اقتصادي في اوروبا، واندريا انيلي رئيس نادي يوفنتوس ورئيس اتحاد الانديه الاوروبيه اتكلم عن خسائر الانديه الاوروبيه في السنتين 2020 و2021 بسبب فيروس كورونا وغياب الجمهور. علشان بس نعرف انه ازاي الاهلي بيسرفايف في وقت في انديه كبيره في العالم بتعاني وبتقول انها بتعاني. احنا لسه كنا عاملين امبارح فيديو جراف كده عن ازمات اخر الاسبوع، لا اخر حلقه في الاسبوع اللي فات، عن ازمات برشلونه وانه بيعاني بشكل كبير جدا بسبب الديون اللي موجوده عليه، سواء دفع مرتبات لاعبين، سواء ديون موجوده للبنوك، والتفكير على انه بيفكر يتخلى عن نجم الفريق ميسي عشان طبعا من ناحيه يقلص حجم النفقات بتاعته، ومن ناحيه ثانيه يكون في مردود مادي يساعد نادي كان برشلونه، يعني واحد من اكبر انديه العالم بيعاني ماديا بشكل كبير. يمكن هو علشان نقطه برشلونه والسياسه الماليه لبرشلونه سيئه جدا من سنين طويله، مش من النهارده، مش بسبب فيروس كورونا، لكن كمل عليها فيروس كورونا وازمه ميسي والازمات الاداريه. لكن النادي الاهلي لو قلنا ان اندريا انيلي بيقول ان خسائر الانديه الكبيره توصل من 6.5 مليار ل 8.5 مليار في السنتين دول علشان غياب الجمهور وظروف فيروس كورونا، النادي الاهلي في ظل الجائحه بيحقق دوري ابطال افريقيا، بيدخل مكاسب ماليه، عقد رعايه النادي الاهلي هو الاكبر في تاريخه حتى الان، بيشارك في كاس العالم للانديه وبيطمح للافضل.